السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنجاوبكم فيها على لي كيسيون اللي طرحتوهم عليا في الفلوغ اللي فات. اكسكوزيمو واحد الصوت ديالي شويه سميتو، يلاه خرجت من واحد المرضى، مي جو في كوميم ريبوندغ ا فو كيسيون. السؤال الاول تيقول شنو هو هدفك في الحياه وشنو هي الخدمه اللي كنتي كتمناها وباغي تخدمها بدل هذه الخدمه اللي انت فيها؟ انا خدمت جوج خدمات، استاذ ديال سبور وكوتش، بجوجهم كنت نتمنى نخدمهم. بيان ايفيدامون كنت كنعرف الكوتشي وكنت كنعرف لابسيكولوجي، كنت بغيت نولي بسيكولوج وكنت باغي نولي بروف دو سبور. وليت بروف دو سبور ما وليتش بسيكولوج، مي جو سوي اكتويلمون كوتش. دوكو انا خدام في الخدمه اللي انا كنت باغي نخدمها. شنو هو هدفي في الحياه؟ هو ان خدمتي تكون او ميم طون ما باسيون، وما باسيون تكون او ميم طون شي حاجه اللي فيها اون فالور اجوتي بالنسبه للناس. سؤال ديال طارق منصور تيقول انا عندي السنه اولى بكالوريا ولكن ما عندي حتى فكره على شنو غادي ندير، وخاصني ندير شنو غندير مور الباك، لهذا مشكل عاويس اون سوليسيون. الوغ مشكل ماشي عاويس، لان بزاف ديال الناس ما عارفين شنو غيديروا، اي سا سي با غاف. المشكل هو ما تبقاش انت تبقى ما عارفش شنو باغي دير، يعني ما تقلبش شاك جوغ انك تتعلم شنو باغي دير من مور الباك. منين تبغي تبدا تقلب ما تبقاش تقلب بعيد، خليك غير قريب في داكشي اللي كيعجبك دير اكطويلمون واللي كان تيعجبك دير في الطفوله ديالك الصغر ديالك. لقى شنو هو القاسم المشترك بينات هذوك لي زاكتيفيتي اللي كان تيعجبك ديرهم. تسول الناس اللي تيديروا هذوك المهن باش تشوف لو كوتيديان ديالهم وتعرف ديك الساعه شنو هو لو كوتيديان ديال واحد المهنه اللي غيعجبك. حيت كاين اللي كيعجبو انجينير ولا طبيب غير من بعيد حتى كيديرها عاد كيندم انه دارها. اي احسن حاجه باش تكتشف داكشي اللي كتبغي دير هو انك دير داكشي اللي ما كتبغيش دير. عصام الادريسي، سلام، بغيت نسولك شنو هما المعايير باش تختار شي اختيار غيغير لك حياتك؟ ثانكس، ميرسي افو. شنو هما المعايير باش نختار شي اختيار غيبدل لي حياتي؟ ما كاينش بزاف المعايير، كاين خصو يكون كيحرك فيا شي حاجه هنايا والميكانيزم ديالو مفهومين في مخي. دونك سي ان ايكيليب اونتر القلب، حتى القلب تيفكر وما بين العقل. اي كاين ان بروسيسوس باش نقدر ناخذ لي ديسيزيون، هو انني كنرسم ان طابلو كنقسمو على جوج، ديسيزيون ان، ديسيزيون دو، حتى ديسيزيون تخوا ولا كات، على حساب وكل وحده ندير لها لي زافونتاج لي زانكونفينيون. وانا تنفكر في لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، ديك الساعه العقل ديالي كيحط لي زافونتاج لي زانكونفينيون والقلب ديالي حتى هو كيبين الوقيته اللي كيضرب فيها بزاف، الوقيته اللي ما كيتسوقش. كتعرف بين ايفيدامون شنو هو الحاجه اللي غادي تبدل لك حياتك. اي بالنسبه ليا سي كلير، تتبان لك واخا صافي بور بارفوا دي ديسيزيون كيخلعونا، ولكن يفو اوزي. الا كنتي اكسيتي دو فيت انك تدخل فيها بداك لو تشالنج اللي فيها بداك الخطر اللي فيها، ليتس جو، توكل على الله. ايمان الواتيكي ولا الواتيقي، اكثر حاجه ما كتحملهاش في بنادم؟ راه اكثر حاجه ما كنحملهاش في بنادم جو بونس هي التمسكين، هي شي واحد اللي كي يجو لو رول دو لا فيكتيم. كاين الناس اللي بيان سور جات معاهم، كيتبان فيهم انهم جات معاهم انهم تمسكنوا لان فريمون سي لا سيتوياسيون، مي كنقول التمسكين تمسكنا يعني خدا حالة المسكين، ماشي هو مسكين. دونك التمسكين هو انك تدير راسك مسكين في ان سيتوياسيون دوني غير بوغ بروفيتي من هذاك من العطف والمساعدة ديال الاخر. تيعجبوني الناس اللي كيتحداو الظروف، اللي كيتحداو راسهم واللي تيحترموا راسهم، تيعطيو القيمة لذاتهم مهما وصلت بهم الظروف. طاهر رياس تيقول فيه شنو هي اخيب حاجة وقعت ليك وتعلمتي منها؟ وشنو تعلمتي منها؟ فوالا وشنو تعلمتي منها؟ ما وقعوش ليا شي حوايج خايبين بزاف، وما وقعوش ليا بزاف ديال الحوايج خايبين، حيت انا تنشوف بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يبانوا خايبين تنشوفهم على انهم مزيانين ولا عاديين. كما قال واحد الشونتور ما عرفتش شكون هو، قال لك بلو ريان ميتون جيسكيسي تو بيان، هو انني تزاديت في عائله فقيره في ان انتوراج اللي فقير و اون ديفيكولتي، اون ديفيكولتي اون فاتيغ، واحد لونفيرونمون
ديفيسيل. استفدت هو انني خصني نعول على راسي، وعولت على راسي من انا صغير، وخدمت من انا صغير، وتحملت المسؤولية انا صغير، وطورت راسي وانا صغير، وتحديت راسي وانا صغير، ودافعت على راسي وانا صغير، وكذا هو الربح اللي ربحت. هضر لينا شي شوية على لا سوسيتي ديالك. الوغ لي سوسيتي ديالي كاينين دابا جوج، كاين اوبتيمال كوتشين اللي كدير لاكومبانيمون دي جون على انسيرسيون بروفيسيونيل، وكاين سبيكتشر اللي هي اون انتربريز دو كرياسيون دو كونتوني فيديو، وكاين عاوتاني لا ستارت اب ديال دو سوشيال لاب اللي هي لابوراتوار دي انوفاسيون سوسيال اللي كنديرو فيها لانكوباسيون دي جون انتربرونور. بالنسبه للتوتر اللي كيشدنا في لا بريز دو بارول devant un petit groupe, devant une personne, devant un grand public, relève de la même problématique liée à Anna et le regard de l'autre. Et notre grand-mère, ta dame-zienne, elle a neuf ans d'or, neuf ans d'aide, mais elle s'habille. Ok, une fois devant des personnes, les bénédictins, tu juges un autre dialogue, c'est à t'aralik, c'est à t'aralik. Et là, qui juge le jawanib. كاين الجانب اللي غتخدموا عليه ديال لا بيرسيبسيون، الصوره اللي عندي لي سيتوياسيون دو بريز دو بارول قدام الناس، والاستعداد ديالي انني ندخل في هذيك لا سيتوياسيون. لان الا ما كنتش بريباري بيان ايفيدامون عندك الحق انك تخلع، ولكن الا كنتي بريباري ومخلوع تما فين خصك تخدم على لي بيرسيبسيون ديالك. تبقى تطرح على راسك السؤال علاش، شنو المشكل في نظره الناس، مال هذاك السيد اللي غيدوز ليا لونتروتيان، شكون هو، سان اتر هومان صافي. وكنبدا نغلاتيفيزي، جو مي مي ا سا بلاص، ندير شويه د لومباتي انفيرسي، جو مي مي على بلاص دو ريكروتور باش نعرف ان لو ريكروتور سي ان اتر هومان لي يطرح دي كيسيون. بيان سور كل واحد عنده طريقته، ولكن انا عندي جواب واحد لنفس السؤال بو امبورط هاديك السيد اللي قدامي. والجانب الثاني اللي هو لونطريمون، لا بريز دو بارول ان بوبليك ولا الهضره دو مانيير جينيرال قدام واحد ولا بزاف كتطلب منك ليكزارسيس. اون فوا كتمرن كتولي تجيك عاديه، كيما اي سيتوياسيون في الحياه كتبداها اول مره كتجيك صعيبه. دونك خدم على لي بيرسيبسيون بينك وبين راسك. وكاين دي فيديو سور يوتيوب اللي كيعلموك كومون شيرشي دو بيرسبيكسيون دو بيرسيبسيون، كيفاش تلعب على لي كرويونس ليميتونت ديالك. والجانب الاخر دخل في دي سيتوياسيون دونطريمون مع دراري صغار، دراري كبار شويه، دراري ناس قلال، ناس كثار، ناس واحد كتعرفو واحد ما كتعرفوش، باش العقل ديالك يولف انه يهضر قدام دي بيرسون ديفيرونت فاريي كتعرفو ما كتعرفوش، كيولي يرتاح من ان بالنسبه له جرب ديك لا ديفيرسيتي وما بقاش تخلعو. واش كتقلبوا على ناس متخصصين في شي حاجه باش يخدموا معكم؟ بوغ لو مومون مازال، ولكن الا كنتي كدير تصوير فيديو اولا كدير المونتاج فيديو دي تكنيك اللي هما افونسي تقدر تكونتاكتيني. مرحبا. اخر سؤال غنجاوب عليه، واكثر سؤال تطرح وتعاود في هاد لا سيسيون ديال لي كيسيون اللي درتو في يوتيوب، هو الناس اللي يسون انتريسي بار لو كوتشين وبغاو يقراو لو كوتشين. الوغ كيسولو على كيفاش فين وبحالاش. الوغ جو فوز اكسبليك سا دون مانيير تري سامبل. لو كوتشين سي ان دومين كي اي ليبر، ما تابع لا ما كيتقراش في زونيفرسيتي، ما تابعش ليطا، يعني لو ديبلوم ديالو ني با ريكونو بار ليطا، يعني بور ليكيفالونس ني بور ترافاي افيك ليطا. سي ان ميتيي كي اي ليبرال، تخدم راسك ان طونك فريلانس اوتو انتربرونور اولا انتربرونور، انت وكيفاش بغيتي تشوف الامور. باش دير لا فورماسيون il suffit de s'inscrire de faire la formation في une école de formation de coach. les écoles de formation de coach اللي تيقريو باللغه الفرنسيه هما اللي تنعرف بور لو مومون. باللغه العربيه كاينين دي سونتر بزاف ما تعرفش ليهم، دوك ما نقدر نقول لكم والو. ولكن الا كتبتو école de formation de coach Maroc غادي يخرجوا لكم لي سيت انترنيت ديالهم، دخلوا كل واحد فيهم، شوفوا البروغرام، شوفوا لو فورماتور، شوفوا لو بري، شوفوا لي زورير ديال لي فورماسيون واش غيجيو معكم. وانتوما سي افو جوجي على حساب لو بودجي ديالكم، على حساب التوقيت اللي عندكم خاوي، على حساب لو فورماتور انتوما كيفاش جاكم. قلبوا عليه في جوجل، شوفوا شنو ليكسبيريونس ديالو. ماشي مهم هو لا فورماسيون،
مهم واشنو غدير نتا بلا فورماسيون، لان بزاف ديال لي كوتش كي اون في لا فورماسيون افيك موا كي نو سون با كي نو سون بلو كوتش اجوردي. سو كاين ناس لي غير كيعجبهم لو ميتي، واو اتر كوتش سي اكستراوردينير، سي با اكستراوردينير، سي ان ميتي كوم لي زوتر. ولكن الا كنتي باسيوني وكانت عندك لو سوفل اي لو تشالنج انك تطبق داكشي اللي كتقراه قبل ما تولي توريه للناس ولا تخدم به مع الناس، تما با امبورط لا فورماسيون اللي درتي غادي تخدم وغادي تيفولوي. كنعتذر الا ما قدرتش نجاوب على لي كيسيون ديالكم كاملين، حيت لي كومونتير عندي هنايا كانوا شي 60 كومونتير وما طلعوش ليا كاملين، je ne sais pas pourquoi متلاوش لي كومونتير كاملين. دونك الا كنت مازال ما جاوبتش على لا كيسيون ديالك، عاود طرحها عليا لتحت في لي كومونتير ديال هاد لا فيديو هادي، وغادي ندير اون اوتر فيديو لا سيمين بروشين باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم كاملين. من هنا تما تهلاو فرانسكم، رمضان مبارك.